بداية أخبارنا المنوعة زينب، يمكن كان عنواننا العريض الشبكات القلبية. صحيح. واليوم يشكل تركيب الشبكات القلبية خطوة علاجية هامة جدا وضرورية في كثير من الحالات، وهو إجراء طبي هدفه في الأساس علاج تضيق الشرايين التاجية في القلب ومنع انسدادها، وهي مسؤولة عن تروية القلب وأي انسداد فيها. قد يتعرض المريض لقصور القلب أو فشله. رح نتعرف على هالتفاصيل كلها مع الدكتور أحمد العايد، أكيد أخصائي في أمراض القلب والشبكات، ورح يعرفنا أكثر ويخبرنا عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بالبداية خبرنا عن الشبكات القلبية، شو هي أنواعها، وهيك تعريف بسيط لإلها. الشبكات أو الدعامات إلى كتير أسماء الحقيقة، العوام بيعرفوها باسم الراسور، لأنه هي تشبه الراسور تبع الألم. يعني إذا الألم الكباس شفت الراسور تبعه، فهي تقريبا مشابهة لهالتصميم هذا. هي تم تطويرها لعلاج مثل ما تفضلتوا تضيق شرايين القلب أو حتى انسدادها التام، لأنه ممكن حتى لو مسكر بشكل كامل نفتح الشريان عن طريق القسطرة القلبية بدون جراحة بدون فتح صدر، ونقوم بتركيب هالشبكات مكان الانسداد أو التضيق، مما يؤدي إلى تأمين مرور الدم بانسيابية كما كان سابقا قبل حدوث هذا التضيق. هلأ بالنسبة لتركيبها، هي بالأساس الشبكات هي معدن، هي ستانلس ستيل، بعدين تم تطوير مواد تانية كوبالت كروميوم أو بلاتينيوم أو، فصارت مزيج من المعادن بشكل شبكة، يعني هي أسطوانة مجوفة، جدارة كمان مثقب، مشان هيك إجت اسم شبكة، من هون أخذت اسم شبكة، تنحط بمكان التضيق. هلأ الشيء اللي صار تطور عليه ما هو بوجود معدن، بس إنه شبكة من معدن، تم تطوير آلية لوضع دواء ضمن هذه الشبكة لمنع حدوث عودة تضيق. لما نحط شبكة معدنية عادية احتمال عودة تضيق مثلا 10%، لما بيكون في دواء ضمن هذا التركيب ضمن الشبكة، من هون إجا اسمها شبكة دوائية، بصير عودة التضيق نسبة كتير كتير قليلة مقارنة بالشبكة المعدنية السابقة أو القديمة. عالميا هلأ عم يصير حتى تطوير شبكات قابلة للامتصاص، مو من معدن، من مواد عضوية، لاكتات أو مغنيسيوم أو أي شيء، بحيث أنه تنحط داخل الشريان تأمن فتح الشريان توسيعه، بعدين هالمواد هاي بتذوب تلقائيا، تذوب تدريجيا ضمن لمعة الشريان بمجرى الدم. طبعا هاي لسه هي قيد البحث، بعض الدراسات أثبتت فائدتها وبعضها أثبتت عدم فائدتها، لذلك هي إلى الآن ما أنا متوفرة بشكل مؤكد ونهائي. لهذا الموضوع. دكتور أحمد، أيضا دائما مثلا هيك بيجي حالات أنه لازم شبكة مريض، بدنا نعمله أول شيء قسطرة، بدنا نعرف إذا يعني رح نحط له شبكة ولا، يعني نحن كأشخاص بنسمع هدول الأحاديث ما بنعرف شو طبيعتها العلمية، حضرتك حتعرفنا عليها. هل هذا الموضوع مرتبط بالقسطرة، أنه لازم نعمل للمريض قسطرة بعدين نقرر إذا بده شبكة؟ تمام. هي قبل إجراء قسطرة مستحيل على الطبيب أو أي إنسان آخر يقدر يقول أكيد رح نحط شبكة. تماما. لما نقول بدنا نركب شبكة معناتها أنه نحن متأكدين في تضيق. كيف تأكدنا في تضيق قبل ما نعمل قسطرة؟ هذا الموضوع. فما فينا ما فينا الحقيقة بأي ظرف من ظروف نقول أنه المريض لازمه تركيب شبكة لحتى نعمل قسطرة أولا. بس الفكرة أنه ممكن يصير تركيب الشبكة بنفس الجلسة اللي عم نعمل فيها قسطرة، لأنه هي مدتها قليلة. تماما. فنحن إذا دخلنا على القسطرة ممكن خلال ربع ساعة تل ساعة نكون أنجزنا تصوير شرايين القلب والكشف على الشرايين واحد واحد، ونتأكد في تضيق أو لا. بالمناسبة مو كل تضيق شرايين بيلزموا شبكة، ومو كل الشرايين حتى لو فيها تضيقات شديدة بيلزمها شبكات. هلأ الشرايين الفرعية الصغيرة اللي قطرة صغيرة، يعني حتى لو فيها تضيق ولو فيها انسداد ما بتحاجة للشبكة أصلا. ما في شبكات على قياس الشرايين الرفيعة،
ما طوروا. ليش ما طوروها للشبكات الرفيعة كتير؟ لأنه دون الاثنين ميلي احتمال التضيق كتير كتير عالي فيها. عودة التضيق لما نحط شبكة ممكن ترجع تسكر، أما إذا كان مثلا قطر أكبر من هيك فاحتمال عودة التضيق كتير كتير خفيف وبسيط. نعم دكتور، يعني كنت عم تحكي عن أنواع الشبكات. خبرنا أول شيء هل الشبكات قد ايه مدة عمرها، يعني قد ايه بتضاين، وهل ممكن أكثر من مرة الإنسان يعمل تركيب شبكات؟ يعني في قابلية لجسم الإنسان يعمل أكثر من مرة شبكة؟ الحقيقة هي كمان الأسئلة اللي كتير بتواجهنا، والناس في أفكار مغلوطة عنا، لأنه بيفكروا انه الى عمر. انا اجاني مريض من كم يوم حاطط له شبكه بال2002، يعني صار 19 سنه، وعملنا له قسطره جديده وكانت شبكه ممتازه. الحقيقه هي الشبكه ما لها عمر محدد، هي دائمه. لكن السؤال ليش ممكن يصير فيها عوده تضيق، ليش ممكن تسكر مره ثانيه اذا استمرت عوامل الخطوره الاساسيه؟ السؤال بده يتبادر لذهننا، الشريان الأساسي بالقلب ليش سكر؟ طب هو أحسن من أي شبكة، هو أفضل من أي شبكة، الشريان الأساسي سكر نتيجة عوامل، مثلا تدخين أو داء سكري مثلا غير معالج، أو ضغط عالي غير معالج، أو ارتفاع كوليسترول وشحوم الدم غير معالج. كل هالعوامل اللي بنسميها عوامل خطورة، فيما لو استمرت فاحتمالية أنه تسكر الشبكة. طبعا هذا وارد هذا الشيء، مثل موارد انه الشريان الاساسي يسكر نتيجه هالظروف هي او عامل خطوره. شو بحس الواحد لما ينسد شريان او يكون في انسداد شرايين؟ يعني بس عاده الم صدري، الم صدري او ضيق نفس، وجع بالصدر او ضيق نفس، هذا كل حدا هذا هو العرض الاساسي. هذا العرض الاساسي، هي العرضين الاساسيين، موخز وجع فقط والم في الصدر. هو الم عاصر ضاغط مثل بلاطه بيجي على الصدر، هيك عاده يعني بيكون. دكتور ايضا يعني خلينا خفنا انا وسال اي يعني كل واحد طلع لا بالمناسبه النغزات النغزات نادر جدا ما تكون منشأة قلبي. النغزه في الصدر هي عاده عصبيه عضليه صحيح، وليست متعلقه بالقلب عاده، الا جدا جدا ما نادر يعني. خلينا نحكي هيك عن النساء وعن الرجال بشكل عام، من هم الأكثر خلينا نقول يعني عرضة لأنه تركيب شبكات لمثل هيك قصص، ولا لا دراسات قالت أنه نفس الشيء، أو حسب مثل ما حضرتك تفضلت الأسباب اللي هي التدخين السكري غير المعالج، أو يعني بتفرق النساء؟ نعم بيفرق الحقيقة، هو داء القلب الإكليلي أكثر انتشاراً عند الرجال أكيد. بس هذا سابقا لانه كان يدخنوا اكثر، هلا النساء عم تدخن اكثر فعم يكثر عندها داء القلب الاكليلي، وبالتالي عم يزيد عندها فرص انه نعمل لهم قسطره ونركب لهم شبكات. خاصه موضوع الارجيله اللي بيستهينوا فيه الناس، فكروا انه الارجيله مو دخان، لا هي أسوأ من الدخان، وراس الارجيله الواحد يعادل على الاقل باكيتين، على الاقل باكيتين تدخين. ف الحقيقة إيه الرجال أكثر، لكن حالياً في ميل عند فئتين من الناس عم يزداد أمراض القلب، عم تزداد عندهم، هن الشباب، فئة الشباب صح، وفئة النساء عم تزيد عندهم أمراض القلب الإكليلية في تزايد، لكن بشكل عام إلى الآن هي أكثر، خلينا نقول أكثر من 50% عند الرجال بشكل عام. عند الرجال. طيب يمكن ذكرت عدة أسباب بتؤدي لانسداد الشرايين، ودائما الأطباء بينصحوا يعني بعلاج السبب قبل إنه بلكي إنه ممكن يمشي الحال بدون، بيقولوا لك أفضل من تركيب شبكة. يعني حكينا عن ارتفاع الكوليسترول والشحوم، عم لاقي الأغلب عند الناس حتى لو كان جسمه ضعيف عندهم كوليسترول شحوم، الستريس، ضبط الضغط، السكر، التدخين، موضوع التدخين. اليوم هدول العوامل إذا كان حدا عم بيعاني من انسداد شرايين ممكن أنه يتعالجوا، يعني أنه يتخففوا وينضبطوا قبل تركيب الشبكة، ولا لا خلص لازم فورا عمل جراحي؟ لا هلأ إذا وجد تضيقات بالشرايين، تضيقات هامة بالشرايين الرئيسية، فلابد من إعادة التروية عن طريق الشبكات، أو بعضهم حتى ممكن يحتاجوا عمل جراحي. تمام. بسموه الناس تبديل شرايين، هي اسم العلمي مجازات إكليلية.
لكن الأكثر نسبة أكبر هو هو عن طريق القسطرة القلبية البسيطة اللي هي عن طريق المأخذ الفخذي أو الكعبري. نعم. بإبرة عادية مندخل للشرايين القلب ومنركب الشبكات بإجراء كتير بسيط تحت التخدير الموضعي. لكن الفكرة المهمة جدا نضيء عليها أنه هي ليست بديل عن علاج عوامل الخطورة. صحيح. يلي بيحط شبكة فكره أنه يرجع يدخن مثل قبل بنقول له لا، لأنه طيب هل نناقش منطقيا هالأمر، هالشبكة انحطت بشريان واحد، طيب بقية الشرايين ما ممكن نصير فيها؟ حتى الشريان نفسه وضعت بمنطقة معينة منه، طيب مناطق أخرى بالشريان نفسه ما ممكن تسكر من عوامل الخطورة إذا ما تعالجت عوامل الخطورة؟ فعوامل الخطورة اللي ذكرناها وعلى رأس التدخين والسكري والضغط والكوليسترول والشحوم، إذا ما تعالجت أولاً ممكن تسكر الشبكة، ثانياً ممكن تسكر أماكن أخرى بشرايين القلب غير موضوع الشبكة. طب الكوليسترول والشحوم كيف يعني تعالجوا دكتور؟ لهم أدوية طبعاً، في أدوية اسمها ستاتينات، هي الأدوية الذهبية اللي هلأ صرنا نوصفها لكل الناس الحقيقة اللي عندهم عوامل خطورة. نعم. واللي عندهم مرض قلبي وعائي، قلبي وعائي يعني حتى أمراض شرايين الدماغ مثلاً، أمراض الشرايين المحيطية، مو بس شرايين القلب، لأن الشرايين هي واحدة، بنية واحدة بكل الجسم، فوجود تضيق أو انسداد فيها فأكيد بيستلزم علاجها. علاج الكوليسترول والشحوم هو الستاتينات، هي الأدوية الحديثة. نوعين الكوليسترول ما هيك دكتور؟ في أنواع كتير، لا المشهور هو نوعين بس، في أنواع كتير الحقيقة للكوليسترول والشحوم. يعني أنا أحيانا بيطلع عالي مثلا، لا فوق ال 263 يعتبر عالي؟ عالي أكيد طبعا، طبعا عالي طبعا عالي، مع أنه هي كلمة عالي الحقيقة هلأ صار تناقش فرديا، ما هو طبيعي إلك ممكن يكون لزميلتك مرتفع، ليش؟ مع وجود عوامل خطورة. يعني مريض سكري فرضا، لنقول أرقام على التوتال كوليسترول مشان ما ندخل بالتفاصيل، لأنه في الكوليسترول الـ LDL والـ HDL وهالأشياء. فمثلا ممكن عند مريض، عند إنسان عادي مو مريض عادي، نقبل LDL فوق 140 فرضا، بس 203. أما إذا كان عنده مثلا سكري ومدخن وعوامل خطورة تانية، لا لازم يكون دون هالرقم. طيب إذا كان عنده داء قلبي إكليلي لازم يكون دون 100. إذا كان عوامل خطورة كتير عالية، هلأ الجايدلاين الحديث أقل من 50 لازم يكون. طب إذا كان واحد مو مدخن ولا يعني إنه كتير، بس كوليسترول، بس كوليسترول عالي، معقول يكون في وراثة ولا مفروض الـ LDL هذا السيء أو الضار 140؟ طبعا هلا في تطور كتير كبير بموضوع تصنيف الكوليسترول. تمام. هلا صرنا نقول HDL و Non-HDL، هلا صار في يعني ما بس موضوع الـ LDL هو اللي بيضر، اكيد في انواع تانية كتير، بس هو هذا اللي خلينا نقول متفق عليه عالميا كدليل مرجعي لنا لا كيف نعالج مرضانا. المرضى اللي عندهم داء قلبي اكليلي مثبت لازم يكون دون 55 او دون 50. أوه. يعني انه عم نحكي على الكوليسترول لانه شائع جدا بين العالم، واحيانا بتستهين فيه العالم، ما كتير بياخذوا فيه هو والتدخين. خلينا دكتور نحكي اليوم بعد تركيب الشبكات القلبيه، امتى لازم المريض يراجع على الطبيب؟ هل بيحس باعراض معينه المريض بعد تركيب الشبكه؟ خبرنا عن هي التفاصيل حتى نعرفها. اولا الشبكه كمان هي من الاشياء اللي كتير بنسال عنها. الشبكه الى اعراض، بفكر المريض انه حط شبكه وصار يحس بوجع محله مثلا، لا ما بيحس بهالموضوع ابدا، والشبكة ما بتتحرك من مكانها بعد ما تتركب. في ناس بيخافوا ينحنوا للأمام مثلا مشان ما توقع الشبكة، سمعنا هالكلام الحقيقة من كتير ناس، بنحب نطمنهم لا ما في هيك شيء أبدا. لكن الفكرة أنه لما تنحط شبكة هي بدها متابعة. نعم. من قبل الطبيب اللي وضعها، اللي هو أدرى بوضعها، اللي أدرى بمكانها كيف انحطت. صحيح. وليش انحطت. نعم. أدرى بنوعيتها، مثل ما قلنا في تفاصيل كتير حسب نوعية الشبكة، في أدوية لازم تتاخذ للشبكة لحمايتها، المميعات بنسميها الأسبرين والكلوبيدوغريل، هي نوعين من الأدوية لازم يتاخذوا بفترات معينة، ممكن توصل لسنة مثلا أو أكثر أو أقل حسب نوع. نعم. الشبكة وليش انحطت، هل هي في سياق احتشاء عضلي قلبية ولا في سياق مثلا مرض قلبي إكليلي عادي مثلا، فبدنا نشوف ليش انحطت الشبكات لحتى نعرف نتابعها. هون بس بحب نوه على شغلة كتير مهمة، هلا زملائنا بالمراكز الصحية عم يوصوا كل مريض عم ياخد لقاح لكورونا. صحيح. خد أسبرين،
هذا غلط طبعا، ما لازم ياخذ اسبرين كل مريض او كل انسان بياخذ لقاح خصوصي معه سكري. هي اولا لا مو مشان سكري، مشان لانه ما بفيد، لانه لا يفيد، ما بفيد اللقاح، ما بفيد الاسبرين لا يفيد. طب ليش عم يعذبوا؟ معلش هي في امور شائعه ومنيح اللي نوهت يعني كل 3 ساعات عم بيقولوا انه مثلا كل 3 لـ4 ساعات ياخذ الواحد تماما حسب نوع اللقاح مثلا. ما بدنا نعمل دعايات للقاح لا، بس انه يعني هلا للاسف هي ممارسه ضاره. طب يلي مثلا وضاره جدا ويجب أن تتوقف فوراً. الأخطر من هيك، أنا في عندي مرضى حاطل لهم أنا شبكات وأخذوا لقاح، ما بعرف مين قايل لهم بمركز اللقاح، يعني قد يكون هن فهموا غلط وأنه وقفوا الدواء وخذوا أسبرين. الأسبرين وخذوا تمارين غلط. شو وضعه؟ يعني قصدي نحن عم نسأل أسئلة عن جد، نحن لأنه عم نوقع فيها. الواحد وثمانين إنه هو وقائي ولا ما في شيء؟ هلأ موضوع كتير مهم هذا، إذا معي دقيقتين بس لأحكي. لا أتفضل، نحن بدنا لأنه هذا كتير كتير مهم. أولاً اللقاحات تبع كورونا ممكن تعمل خسارات بنسبة كتير كتير بسيطة، كتير بسيطة، من مليون ممكن يكونوا 30 بالمليون، فنسبة كتير بسيطة. هي أولاً. ثانياً الخثارات أو جلطات المحدثة باللقاح هي بآلية مناعية وليست بآلية خثارية. طيب فمضادات تخسر لا تفيد. اللي توفى بجلطة. بس لأكمل الفكرة إنه بآلية مناعية، بهالآلية المناعية بنسميها فرفورية نقص الصفيحات الخثارية، هي تشبهها تماما، بصير في نقص صفيحات، يعني هو خثار مترافق بنقص صفيحات. فلما نعطي أسبرين اللي هو مضاد صفيحات أو جلوبيدو جريل بتكون كارثة كتير كبيرة فيما لو حصلت هاي القصة. فممنوع، ممنوع. هلأ في أنواع تانية من مضادات تخسر ممكن نحن نستعين فيها، ريفاروكسابان مثلا ممكن نستعين فيها فيما لو حصلت. وقائيا لا داعي للوقاية من الخسارات بالنسبة للي بياخدوا لقاحات، لأنه ببساطة لا تفيد ولن تفيد. الأسبرين 81 شو وضعه؟ بعد اللقاح ما له داعي، ابدا ما له داعي. اذا حس الواحد باعراض بس الفكره دكتور. انه اذا كان عم ياخذ، هي الناحيه بدي اكد عليه، اذا هو اصلا طبيبه كتب له مميز اسبرين او كلوبيدوغريل او اي مميع، يجب الاستمرار عليها وعدم ايقافها. هون عتبنا على بعض الزملاء اللي قالوا للمرضى وقفوا المميع اللي كتب لكم اياه طبيبكم القلبيه وخذوا الاسبرين 81. ما بيصير هون، هي النقطه اللي هي خطا، وخطا كثير لغط بتداخل دوائي عم بيصير، تماماً او حتى تماماً عم يوقفوا الدواء الاساسي وعم ياخذوا اسبرين، عم بيزيد المشكله. تمام. دكتور شو بتحب تقول بما نوه التنويه كثير هام، لانه كان سالي اغلب العالم صار شائع عنده، حتى قيل عن قال إذا حتى ما بيعرف يقول خود أسبرين صار قيل عن قال. صح. يعني خبرنا دكتور نصائح عامة لكل العالم حتى يحافظوا على صحة القلب والشرايين. أولا وقفوا الدخان والأرجيلة، واللي ما هي ما هي بيقدر يخففوا قدر يصمد مصاري لا يعمل قسطرة وشبكة اللي ما بيقدر لأنه ما في غير. هو الحقيقة إذا بدنا نفكر فيها من وجهة نظر اقتصادية، الباكيت إذا عم نشتريه هلأ بين 1000 لـ2000 ليرة، هو الحقيقة ما في فوق ما في 1000، ما عاد في هلأ، بس فعلياً حق باكيت الدخان 50,000 ليرة. عم يغير لأنه نوع بدك الدخان، بدك تفكري دكتور بحقه هلأ اللي عم تدفعيه، وحق علاجاته بعدين، علاج الأمراض الناتجة عنه. صحيح. إذا حسبت الكلفة الإجمالية وقسمتيها على عدد الباكيتات، الباكيت عم يكلف 50,000. فتحت علينا موضوع الإدمان ونرجع عليه كمان موضوع الكلفة إدمان. الحقيقية للتدخين حول العالم يحسب بهذه الطريقة. صحيح. صحيح. كلفة المواد الباكيت يعني، وكلفة الخدمات الصحية اللي بدي أقدمها للمرضى المدخنين لما يصابوا، لما بجمعها كلها الأرقام فلكية، قديش بكلفني السيجارة الواحدة أو الباكيت الواحد أكثر من 50,000 ليرة. صحيح. بس دكتور يعني بيقولوا لك إنه نحن ما بنقدر نتركه هو إدمان، نرجع لحلقة تانية يعني إذا بدنا نحكي عن هذا الموضوع فموسع. بدنا نشكر كثير وجودك معنا والمعلومات اللي فدتنا فيها، إن شاء الله هيك يا رب ما حدا بيصير له شيء، وكل السلامة والخير للعالم وما حدا يفقد غالي. شكرا لك. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم.